السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو عايزين نعدل في التكست، بس التكست داخل معاه صور او في لخبطة، عايز طريقة اسرع وسهلة عشان اعدل في التكست، فانا بعلم عليه وبدخل هنا في الايديت، بلاقي ايديت ان ستوري اديتور، بيجيب لي واجهة بسيطة مركزة على الكلام، ما فيهوش حاجة غير الكلام، تمام؟ بالشكل دوت، بعيد عن الصور، بعيد عن حاجة خالص، واي حاجة هتعدلها هتتعدل اوتوماتيك، تمام؟ يعني لو انا جيت هنا وبدأت اعدل، تمام، خلينا ننزل دي كده، لو انا خدت الكلام ده كله كده ومسحته اوتوماتيك بتمسح هنا، يعني اللي بتعدله هنا بيتعدل هنا تلقائي، تمام. طيب بس هو في مشكلة ممكن تكون ان هو هنا مركز قوي، فمش مديني امكانية ان انا اغير الفونت او اغير حجم الفونت. ممكن احل المشكلة دي بان انا اجي في edit preference، هلاقي هنا ستوري اديتور ديسبلاي، تقدر من هنا بقى تختار للستوري اديتور الخط اللي انت عايزه، اي خط انت عايزه، وحجم الخط ممكن تكبر زي ما انت عايز، تقدر تعدل الالوان لو انت عايز، الشكل السهم لما تكون شغال بيه، انا شكل من دول، تمام. اوكي. دلوقتي هروح للإديت واقول له انا عايز اعمل إديت ان ستوري إديتور، تمام، فتلاقي الخط اتغير بالشكل دوت، تمام. ولو انت عايز تحصل على اي معلومة، ممكن تيجي هنا من ويندو تقول له انا عايز انفو. انفو ده بيعمل ايه؟ اول ما تعمل سيلكت على اي جزء يبدأ يديك معلومات عنه، كم حرف، كم كلمة، كم سطر، يسهل عليك شوية ان انت تعرف. ممكن يكون مطلوب منك عدد معين من الكلمات، فتقدر تعرف انت كتبت كام لغاية دلوقتي، تمام.